لماذا يعوي الكلب عند سماع صوت الأذان؟ لا يضطرد هذا ولا يلزم أن كل الكلاب تعوي ساعة الأذان. بعدين ليس عندنا نص يفيد أن الكلب يعوي عند سماع الأذان، لكن عندنا نص يفيد أن الكلب يعوي إذا رأى شيطانا، ويعوي إذا ضربه آخر أيضا، شخص ضربه بحجر أو رأى ما يؤذيه يعوي، أو يعوي إذا رأى شيطانا.